في تونس دعت أحزاب المعارضة لتنظيم مظاهرات ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والذي يقضي بالعفو عن متورطين في جرائم الفساد المالي في عهد النظام السابق، ولم تمنح وزارة الداخلية ترخيصا لهذه التظاهرات. معنا مباشرة مدير مكتب العربي في تونس علاء الدين زعتور. علاء، هل من استجابة للمطالبات بالتظاهرات المناهضة لقانون المصالحة؟ نعم أمل، بالفعل عمليا منذ حوالي 5 دقائق انطلقت المسيرة الأولى التي دعت لها أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة وبعض المنظمات المدنية والأحزاب اليسارية الرافضة لقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال وكبار الموظفين. قلت انطلقت المسيرة بعض منذ دقائق، يشارك فيها حوالي قرابة 1000 من المتظاهرين، ترفع المسيرة شعارات تندد بهذا القانون وتنادي بسحبه، وتتهم أحزاب الائتلاف الحكومي وخاصة حزبين دا تونس وحزب النهضة بتبييض الفساد والفاسدين. نحن الآن نقف عند مدخل شارع الحبيب بورقيبة، شارع رئيسي في العاصمة التونسية. كما تشاهدون خلفي هناك نقاط تفتيش من قبل عناصر الأمن، يقومون بتفتيش كل المتظاهرين الداخلين. أي شخص يدخل إلى شارع الحبيب بورقيبة يتم تفتيشه، يأتي ذلك تحسبا لأي اندساس لمسلحين أو منتمين لجماعات متطرفة كما قالت وزارة الداخلية في بيانات سابقة لها. لا ندري إلى حد الآن إن كان سيسمح للمتظاهرين التظاهر في كامل شارع الحبيب بورقيبة والوصول إلى مقر وزارة الداخلية الذي يقع خلفي الآن، أو سيتم منحهم الاكتفاء بمسافة ربما تقدر ب100 أو 150 متر في وسط الشارع إلى حد الآن. بعد ساعة من الآن هناك مسيرة ثانية تنظمها حركة مانيش مسابحة الشبابية وأحزاب أخرى من المعارضة، وهذا إن يدل على شيء يدل على حالة الانقسام داخل أحزاب المعارضة نفسها التي تتفق على الدعوة إلى سحب قانون المصالحة الاقتصادية. علاء الدين زعتور مدير مكتبنا في تونس، شكرا جزيلا.